شرحنا الآن سيكون لجهاز الات 8000 ات 1600 ات 65000 وأيضا لأجهزة زد. نذهب إلى الموقع التالي istar-hd.com، ثم نذهب إلى software plus، نختار السوفتوير المطلوب. سأختار 8000، سوف أقوم بحفظ الملف على الكمبيوتر. الآن حفظنا الملف، ننتظر الآن لتنزيل الملف على الكمبيوتر الخاص. ثم نلاحظ الآن أن الملف تم تنزيله، نقوم بالضغط على الملف لفتحه عن طريق برنامج الزيب، ثم نضعه في الفلاش ميموري. يجب أخذ ملف بلاحقة بين إلى الفلاش ميموري. ننتظر الآن لحين النقل. يتم الآن نقل الملف من الكمبيوتر إلى فلاش ميموري، ثم نقوم بإخراج الفلاش ميموري من الكمبيوتر. نخرج الآن فلاش ميموري من الكمبيوتر بنجاح ونضعه في جهاز iStar Plus. نذهب إلى الملف، نختار نعم يس. سيتم الآن تنزيل الإصدار. هل تريد أن يتم تنصيبه؟ نعم. ننتظر الآن ليتم تنصيب الفلاش. سيتم تنصيب الفلاش ويستغرق بحدود 3 إلى 4 دقائق. سيتم الآن الانتهاء من تثبيت النسخة على الجهاز. نذهب الآن إلى النيتورك لكي يتم توصيله بالإنترنت. نذهب إلى نيتورك سيتينج ثم إلى وايرلس سيتينج. سأربط الجهاز عن طريق الوايرلس. الآن نختار الشبكة المطلوبة، نضع الباسورد الرقم السري، ثم نضغط على الزر الأزرق، ثم بعدها نضغط على الزر الأحمر. الآن ننتظر ربط الجهاز بالإنترنت. تم الربط الآن بنجاح. نذهب الآن إلى التحديث أونلاين دينت أبديت. نلاحظ الآن تم عملية التحديث بنجاح ويمكن تحديث مرة أخرى. نذهب الآن إلى برنامج الأونلاين تي في. Unlock the browser if you're lying to the internet. Tell me 10 more.